اليوم الإعلام أصبح يعني مهمته الرئيسية أن يوصل للجمهور بأكبر عدد ممكن وبأسرع وقت. لذلك اليوم أنا أعتقد الإعلام في تاريخه اليوم يعيش يعني الوهجة الكبيرة حقيقة وثورته الكبيرة، لأن ما أريد أفصل حقيقة بين الإعلام القديم مثل ما يصلون وإعلام الجديد، هذا كله إعلام. وبالتالي الإعلام نحن دائما نقول إعلام محتوى والإعلام مضمون قبل أن يكون شكل، يعني سواء كان شكل ورقي، شكل تلفزيوني، شكل مكتوب، شكل آيفون ذكي، هذا كله يبقى أن شكل من الأشكال. وبالتالي اليوم نحن يجب أن نركز على أن نطور المحتوى بالشكل المتوفر. لذلك اليوم أنت بتلاحظ أن كثير من المؤسسات الإعلامية في الإمارات وخارج الإمارات أصبحت تطور نفسها وتخرج عن إطارها التقليدي. يعني جريدة الاتحاد اليوم مثلا ما عادت صحيفة ورقية، لا، موجودة كتويتر وسوشيال ميديا بشكل عام، موجودة كويب سايت، موجودة حتى فيديو. وبالتالي مواكبة هذا التطور أصبح مهم، وهذا الأمر أنا أقول دائما يجب أن نحن نصل للجمهور بأي وسيلة متاحة.